لأن ساحة التحرير هي قلب الثورة وعاصمتها، تقصدها قوافل المتظاهرين من كل مدينة عراقية. المتظاهرون تدفقوا من محافظات البصرة وواسط والمثنى وذقار وبابل وميسان ليلتقوا بإخوتهم متظاهري بغداد ويعلنوا اعتصاما مفتوحا لا ينتهي إلا بتحقيق مطالب الثورة. جينا اليوم لبغداد تقريبا بالعشرين منشئ ومحافظات باقي المحافظات من ويانا، وانا اشكر اخوتي في ساحه التظاهر هنا في ساحه التحرير ساعدونا ويعني معازيب وقفوا ويانا وقفه حلوه، واحنا عندنا بعد ان شاء الله تصعيد همين الناصريه هسه راح مباشر يعني همين للسبت للاحد الجاي همين على الدوار مباشر حسب التوجيهات المركزيه للجنه الجنوب قررت بمشاركه جميع المحافظات بمظاهره مليونيه لاثبات المطالب الأساسية التي طالبنا بها منذ بداية المظاهرات، وحتى يصل صوتنا أنه إحنا لا نمل ولا نتعب حتى تتحقق مطالبنا وحتى نزيل هاي الأحزاب الفاسدة. إضافة إلى التظاهر والاعتصام، جاء متظاهرو المحافظات إلى بغداد ليتركوا بصمتهم الفنية في الفعاليات المقامة في ساحة التحرير من رسم ونحت وتزيين للجدران بالشعارات الثورية. اشتغلت نحاتة ويا عمو أبو أحمد، واشتغل وعملت إنه مسعفة بالهلال الأحمر. خلال عملي بالنحت سوينا نصب للتحرير، جمع بين الشهداء، جمع بين التوكتوك، جمع بين الأمراء العراقية المناضلة وبين ساحة التحرير، ونصب نصب التحرير ونصب شهيد والوايد جندي يعني إنجازات كل جميلة. يثمن أهالي بغداد مبادرة متظاهري المحافظات في القدوم إلى ساحة التحرير، ويعدونها مثالاً حياً عن اللحمة الوطنية ووحدة العراقيين في الهدف والمصير. أول شيء بغداد هي لكل العراق، هي عاصمة العراق فهي لكل العراق، بالتالي وقفة أهل الجنوب اليوم في ساحة التحرير وفي كل ساحة من ساحات الكرخ فهي وقفة يعني معروفة عنهم، صار 5 أشهر حالهم حال كل عراقي في العراق، ينصابون يستشهدون وبعدهم مرفوع رايتهم وما طاحوا وما انحنوا. أينما تظاهر العراقي يكون جزءا من ثورة تشرين، والمدن في التضحية سواء، لكن التظاهر في بغداد له أثر عظيم على المستوى الاجتماعي والسياسي.